اهلا بكم اعزائي المشاهدين، معكم باسم ابراهيم في حلقه جديده من برنامج الهادف. والنهارده هنستكمل مع بعض سلسله حلقات اعرف نفسك. عاده بيكون براءه الاختراع بترجع للشخص في الشيء اللي اخترعه اول مره يظهره او اول مره يطلعه. بالنسبه النهارده لعلم النفس بقى فيه براءه اختراع في متلازمه او في مرض نفسي بيرجع للشخص لظهور اول مره في المتلازمه او المرض ده على الشخص ده، أو يكون في المكان اللي حصل فيه الحادثة دي. وإحنا قلنا قبل كده إن إحنا بنتعامل مع حوالينا مع الناس بنصنفهم على حسب درجة القرابة وعلى حسب درجة غلاوة الأشخاص دي. يعني الأشخاص القريبين مني وصحاب ليا بتحملهم وبتجاوز عن تصرفاتهم لأنهم هم كمان بيتجاوزوا عن تصرفاتي. أما الشخصيات السامة اللي ملهاش رصيد عندي فأنا مش مضطر إن أنا أتحملها على حساب أعصابي. شخصية النهاردة بقى اللي احنا هنتكلم عنها مش استحملت شخصية سامة، استحملت حد خطفها وحبسها ومارس عليها القمع والعدوان ومع ذلك اتعاطفت عليه، وبعد ما الشرطة جت وقبضت عليه اتعاطفت معاه وتقريبا كمان شهدت معاه. الشخصية بتاعت النهاردة اسمها شخصية ستوكهولم، مع هنناقشها النهاردة مع ضيفتنا الدكتورة أمال حامد أخصائي نفسي واستشاري علاقات. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. ايه الشخصيه الفكاهيه دي؟ شخصيه فكاهيه جدا يعني على حد اقولها يعني، هي دي متلازمه اسمها ستوكهولم. تمام. دي ظهرت حديثا جدا يعني مش من الامراض النفسيه القديمه او ملهاش مرجعات قديمه. من سنه كام تقريبا؟ تقريبا في السبعينات، هي ظهرت في السبعينات. اكتشفوها لكن مش ظهرت. لا مش ظهرت. وبعدين هي اتسمت ستوكهولم على اسم البلد اللي حصلت فيها الحادثه اللي حضرتك قلتها. تمام. هي كانت عباره عن حادثه كده لطيفه في ستوكهولم في السويد. الحادثة دي مجموعة من الحرامية سطوا على البنك وهددوا الناس الموجودين بالقتل. المهم في الآخر قالوا لهم لا خلاص احنا هنعفو عنكم وفكرة القتل دي خلاص انتهت. الغريب اللي حصل ان هم تعاطفوا معهم جدا، بالعكس كمان هم لما جم تواصلوا مع الشرطة قالوا احنا مش هنطلع من البنك غير لما تأكدوا لنا ان المجموعة الحرامية دول مش هيتأذوا. فطبعا الموضوع ده كان غريب جدا واثار باحثين علم النفس بشكل كبير جدا، ازاي مجموعه يتعاطفوا مع الجناه او ازاي الناس المخطوفه اوريدي او المجني عليه يتعاطف مع الجاني. وبسبب الموضوع ده اكتشفنا المرض. اتسمى ستوكهولم بسبب الناس دي. قعدت جوه قد ايه مثلا؟ كان تقريبا 6 ايام حاجه. كانت الفتره تقريبا زي كده. ايه اللي حصل جوه يخليهم يقتنعوا قوي بالشخصيات ديت ان هم يدافع عنهم وان هم بالنسبه لهم حاجه بقوا مصحاب؟ لان هم في الاول كان تهديد تحت السلاح وتحت قتل. تمام. بعدين عفوا عنهم. فالجناه قالوا ايه ده، المجني عليهم حسوا ايه ده، دول هم عفوا عنا بعد ما كانوا هيقتلونا، ده ادونا حياه جديده. ففكره الحياه الجديده اللي خدوها او ان هم حسوا ان هم منوا عليهم فكره حياه جديده. تمام. بعد ما كان يعني محكوم عليهم بالقتل، فحسوا معاهم بالتعاطف اللي هو لا ده هم مش هدفهم سرقتنا او مش هدفهم ان هم يقتلونا، هم ليهم هدف تاني خالص. واحنا جينا في سكتهم. فهم بس مش كانوا رحماء بينا. كانوا رحماء بينا، فانا مش مقصود بالاذية. من هنا جت ستوكهولم. دايما الشخص اللي عنده المتلازمه دي بيبقى شايف ان هو انا مش مقصود بالاذية، اكيد الاذية دي انا مش متوجهه ليا شخصيا، فبيتعاطف مع الشخص المؤذي ده. حتى لو الاذية دي مثبته وفعلا موجوده وعلى مرأى من الناس كلهم اللي حواليه، يعني اللي حواليه يقول له انت فعلا مأذي، انت في مشكله عندك، ومع ذلك هو مقتنع ان هو مش مأذي. ده لو معنف، لو مضروب، لو اتعرض لاذى بدني او لفظي، يعني ما فيش اكتر من كده. بيقول لا ده اكيد هو عايز مصلحتي، هو اكيد بيحبني، هو بيعمل كده معايا علشان هو بيحميني من شيء ما، يعني هو بس اللي عارفه. اساسها ايه بقى؟ يعني اساسها جيني ولا سلوكي ولا ايه اللي دخل القناعة دي جواه ان هو برغم التعذيب وبرغم الضرب او برغم الاهانة ان هو الشخص ده عايز مصلحته؟ هو مش اساسها جيني، هي اساسها بيكون معاملة من الطفولة. انا باجي الطفل بعامله معاملة وحشة جدا، انا بضربه او بأذيه باي شكل، بعدها على طول انا بصالحه بديله حاجة حلوة باخده في حضني وبقوله انا بحبك، انا عملت كده عشان خاطر خايف عليك. الطفل ربط ما بين الشعور الحلو اللي بياخده بعد ما بيتعرض للأذى للأذى نفسه. فخلاص هو مخه ربط ان هو مش هياخد الشعور الحلو ده، الحاجه كويسه دي الا لو اتأذى الاول. فربط ده فحب الأذى لدرجه ان هو بقى يستناه. يعني بقى القسوه والحمايه في وجهين العمله واحده. وجهين العمله واحده. هو مش هياخد العطف ده او مش هياخد المكافاه دي الا لما يتأذي الاول. لدرجه ان هو بقى ممكن يستفز والديه او يستفز اللي بيقوم على اذيته عشان عارف هو بعدها هيصالحه وهياخده في حضنه وهيقول له كلام حلو، هيقول له انا خايف عليك. ف
فبقى يستنى الأذية أصلا، بقى يستنى الأسوأ. تمام. لما كبر بقى نفس الكلام، بقى بيدور على شخص يقعد تعامله بنفس الطريقة. تمام. طب مين بقى اللي ممكن يكون أكتر عرضة للموضوع ده؟ أولا الراجل ولا الست؟ لا الستات أكتر. ليه بقى؟ لأن الستات بطبيعتها عاطفية، وفكرة الحماية اللي هي السند دي عندها أكبر. تمام. فهي شايفة أنه طالما هو قدر يأذيها يبقى هيقدر يحميها. طبعا هو تفكير يعني سايكو جدا يعني، بس هو احنا بنتكلم في متلازمة عموما يعني. هو التفكير اوريدي سايكو يعني، ازاي هو بيأذيني او المفروض يحميني، مش عشان هو قادر يأذيني يبقى هو يقدر يحميني. فمن هنا جت ممكن نقول مثلا ان هو مقابل الأذية دي هيبقى الحماية. هيبقى الحماية. بتوصل بقى زي المتلازمة دي، او هي بتبقى خلاص بنشخصها ان هي عندها متلازمة ستوكهولم. هي بتتعرض لعنف فظيع سواء بدني او سواء لفظي، ومع ذلك ممكن تدافع عن الشخص ده جدا من اهل بيتها، سواء كان جوزها او باباها ايا كان اللي بيقوم بالاذيه دي، لدرجه ان لو حد جه مثلا ينقذها من اللي هي فيه هيرفض، هترفض، وممكن كمان تعنف الشخص اللي جاي ينقذها. خلاص هي بقت في علاقه غير سويه، وهي بقت بالنسبه لها هي دي العلاقه السويه، او هي دي بتمثلها الامان، هي العلاقه بالشكل ده. متلازمه يعني هي ما وصلتش لحد المرض النفسي؟ هي لحد دلوقتي لسه ما درجتش في الامراض النفسيه يعني. مش موجوده في التشخيص النفسي. تمام. اي مرض لسه مش موجود في التشخيص النفسي بنسميه متلازمه. تمام. لان هو بيكون معاه مجموعه اضطرابات تانية، لكن هو ما بيكونش مرض في حد نفسه او في حد ذاته. ما بيجيش لوحده. ما بيجيش. طب بيتطور لايه بعد كده؟ لو قلنا ان هو هيبقى مرض او كده، ممكن يتطور لايه؟ ممكن يتطور للمازوخيه. تبقى هو شخص بدايته كانت ستوكهولم، مجرد بس هو بيشوف ان الشخص اللي بيعنفه هو اللي بيديله الامان، لدرجه ان هو يتلذذ بالتعنيف. خلاص وصل لمرحله اعلى، بقت اسمه شخص مازوخي. ده بقى مرض نفسي. طيب حمايته ازاي من الحاجات دي؟ يعني انا لو هبتدي من اول، ان انا قلنا بدايتها التربيه. تمام. اعرف ازاي ان الطفل ده هيطلع كده؟ ما ممكن يكون يتعامل نفس المعامله ويطلع رد فعل مثلا عدواني. بالظبط. فاهماني؟ بدل ما هو بيدور حد يحميه، لا هو اللي يأذي الناس. صح. ازاي اوجهه ان هو يبعد عن الحاجات دي؟ هو لو انا اصلا الشخص اللي بقوم بالتربيه بالشكل ده، مش دي طبيعتي، انا خلاص تعودت ان انا اعنف. طب خلاص انا جاي لي طفل كبر وبقى شخص عنده متلازمه ستوكهولم، كل اللي انا بعمله توعيه معرفيه. هو في اليه واحده بس لعلاج ستوكهولم، ان انا بعمله توعيه معرفيه واديله توعيه بمشاعره. حقيقه المشاعر، هو بيكون خلاص من كتر ما هو اتعامل بطريقه غير سويه وهو صغير، فحصل خلل عنده في المشاعر. حب الاذى. فانا بعمله مواعيد عمليه توعيه. متهيألي كان في افلام في السينما المصريه عن الموضوع ده. كان في افلام كتير اتناولت، زي سوق المتعه، كان فيلم الموضوع محمود عبد العزيز لما كان مسجون في المكان في سجن، وخرج وجاب نفس النموذج ده بره، ان هو متعته في الحياه حتى بعد ما بقى حب السجان. بالظبط. حب السجان حتى بقى بعد مليونير، جابهم ودفع لهم فلوس عشان يعيش نفس الحياه. ان هو ده هو يعتبر سجين جوه نفسه. هو سجين. بالظبط. هو بقى سجين جوه مشاعر معينه، بيلاقي المتعه بطريقه الاذى او بطريقه الالم. خلاص. فعملت له حاله كده من طريقه التفكير غير السويه، او مشاعر غير السويه، او بمعنى كده ادق، هو اتعود ان هو يلقى شعور الاستحسان من خلال الاذى قبلها. بس هي بتبقى يعني تاقلم مع الاذى، تاقلم وحبه. طب ممكن نقول ان هو وسيله للخروج من الضغط النفسي؟ لا، مش وسيله للخروج من الضغط النفسي. لا. هي حاجه تانية خالص. ايه بقى؟ ده حاجه انت بتسعى لها، مش وسيله خروج ضغط نفسي. ده شكل حياه، هو بقى شكل حياته. طيب هنقول السؤال بطريقه ثانيه، يعني هو دلوقتي بعد ما الوضع انتهى، يعني الاذى ده بيكون حاجه عارضه مؤقته، هو كان محبوس فحب الشخص اللي هو حبسه. تمام. بعد كده هيرجع لطبيعته؟ 90% لا، مش بيرجع لطبيعته. بالعكس، ممكن يدور في الحياه على شخصيه تمارس عليه نفس طريقه المعامله. يعني لا يزول بزوال سببه؟ لا بالعكس. هو بيكون خلاص اضطراب، هو محتاج علاج بقى، وبقى في مرحله محتاج علاج، مش بيزول بزوال سببه. زي بالظبط المثال اللي حضرتك قلت عليه، محمود عبد العزيز لما هو خرج خلاص، ده هو دور على نفس الكونسبت بتاع شكل الحياه علشان يعيشه مره تانية، مع انه خلاص بقى حر نفسه. طب لو قلنا مثلا كعلاقات اسريه، زوج وزوجه، لو احدى الطرفين في الموضوع ده ومات مثلا، اتسجن، حصل له اي حاجه، اولا مين الشخصيات اللي يتاقلم معاها قوي الاستوكهولم؟ يعني انا دلوقتي مين اللي يحب الاستوكهولم قوي ويبقى تحت ايده كده؟
أني شخصية؟ أكيد النرجسي. النرجسي. لأن النرجسي أصلا هو بيتلذذ بعذاب الآخرين. في يا سلام جاي له حد ستوكهولم ده كده خلاص على مزاجه. يعني. بالظبط. كده خلاص يعني الدايرة موجودة خلاص. فده أكتر حد بيستقطب ستوكهولم الشخصيات النرجسية. طب ده بيضر نفسه ولا بيضر اللي حواليه؟ كمجتمع؟ في تفكير مجتمعي بيكون بشكل عام فكرة إن إحنا خلاص تعودنا إن المدرب بتاعنا لما يكون قاسي ويعنفنا لو هنتكلم في المجال الرياضي إحنا هنحبه أكتر. تمام. المدير بتاعنا العصبي اللي بيهين بس بعد بس كده هيكافئنا. طيب. بس إحنا دايما لازم نحط أصلا أنا لازم أتعاطف معاه فلازم أحط حاجات من عندي. هو ممكن يكون يعني أنا ممكن أكون بلاقي مبرر لحاجة عشان أتأقلم معاها طبعاً. لأن أنا مضطر ليها. أنا اللي بحط المبرر مش مضطر ده أنا سعيد بيها. ده انا بقيت مبسوط بيها. ممكن لو اختفى الشخص ده ادور عليه في نماذج تانيه. طب يعني انا يعني مثلا ببقى مضطر ان انا في الشغل ده ما اقدرش اسيبه. تمام. وعندي المدير ده بالمنظر ده تمام بس انا مضطر ومجبر ان انا اقعد في المكان ده يبقى انا عندي متلازمه سوكهولم. لا لو انت مضطر وانت عارف انت عارف حقيقه مشاعرك وعارف ان انت متضايق من اللي بيحصل ومتضايق من المشاعر دي انت كده مجبر وما عندكش سوكهولم. انت انت بتشتغل علشان مجبر وعارف حقيقه مشاعرك وعندك وعي بنفسك وعندك وعي بمشاعرك. المتلازمه دي بيبقى سعيد باللي بيحصل معاك. ولو اتعرض عليه شغل تاني احسن وهيتعامل معامله احسن لا ممكن ما يرضوش يقول لك القرف اللي عرفناه والقرف. هو مبسوط ان هو عايش العيشه دي مبسوط يعني مستمتع بيها. طب الاعراض بتاعتها بتبقى عامله ازاي؟ الاعراض بتاعتها الشخص نفسه دايما لو انت حد جه قال له ده الشخص ده بيهينك او الشخص ده بيعاملك معامله وحشه انت ما تستاهلهاش يدافع عنه باستماته. ممكن كمان يلاقي له مبررات ويبعد عن الناس اللي بتحاول تبين له رؤيه صح. الشخصيات دي عموما يعني او بتصاب بمتلازمه ستوكهولم عاده بيكون مش واثق في نفسه شخصيات اكتئابيه هي عندها قلق فكره ان في حد بيسيطر عليها او حد بيوجهها ده بالنسبه له بيلاقي استحسان عنده كده جواه. يعني هو دلوقتي لو حد ساعده على الهروب من الشخصيه دي ما يهربش منه؟ ممكن يعنفه كمان. يعني في الشخص اللي بيحاول ينقذه هو شايف ان هو كده بيأذيه. كميه الاقتناع بالموضوع ده ازاي؟ يعني هو وصل للحاله دي مع المجرم ده ازاي؟ هي ربط مشاعر. مشاعر غير سويه الاول انا عندي صوره سيئه عن نفسي او ان انا مش هقدر احمي نفسي بنفسي. فجه شخص هو ايا كان الطريقه اللي هيتعامل بيها معايا بس في الاخر هو هيقدر يحميني لان هو ده قوي بيقدر هو قدر يأذيني فقدر ده قوي بيقدر يأذيني فاكيد هيقدر يحميني. يعني هنقول ان المتلازمه دي مع الناس اللي في الغالب ضعاف شخصيه 90% بيكون شخص شخصيته ضعيفه سواء راجل او ست والستات اكتر. طب لو في الراجل ايه اللي يحصل؟ في الراجل بتبقى الدنيا صعبه بتبقى اصعب شويه. لان بطبيعه الراجل بيبقى شخصيته قويه هو اللي قيادي الكلام ده كله فساعات كتير بقى في الرجاله بتتطور للشخصيه المازوخيه. تمام اللي هو بيحب التعذيب. بيحب التعذيب بقى خلاص. بيحب الالم. طيب هنقول بقى ان الشخصيه دي بعدت عنه تمام وحصل له بعد كده نتيجه ان هو بعد عن الشخص ده اولها هنقول مثلا الاكتئاب. مظبوط. ايه اللي بيحصل له بقى نتيجه ان الشخص ده بعد عنه؟ اكتئاب وقلق وتعاطف. اكتئاب وقلق تعاطف شديد ممكن يحاول يدور عليه ولو ما لقاهوش يدور على شخصيه زيه بالظبط تعامله نفس الطريقه. ان هو يخش لو ما تعالجش لو ما تعالجش هيدور على انماط شخصيه شبهها علاقات شبهها لو في صحاب هيدور على صحاب بيعملوه مش كويس لو هي ست هتدور على زوج هيعملها وحش دي على دماغها هي تقول انا عايز حد يديني على دماغي لو زوج نفس الكلام الزوجه اللي لو ما سيطرتش عليه لا ما مش هي دي نفس بقى الكلام وواضح ان هي بتظهر اكتر عن الناس المحتجزين في اي مكان سواء بقى سجن سواء علاقه زوجيه او اي علاقه تانية بيكون حاجه نفسيه هو بالزبط. محتجز جواه. ايوه صح برافو عليك. هي بتبقى محتجز فعلا جواه فعلا بمعنى الكلمه هو حبيس العلاقه دي. لكن ملهاش علاقه بحاجه في المخ. لا ملهاش علاقه يعني خالص يعني كل السبب في الموضوع ده سلوكي. سلوكي تربيه من الاساس. لكن ملهاش علاقه بالمخ خالص. مجرد ما الشخص ده اتعمل له توعيه لمشاعره مش لطريقه تفكيره كمان لمشاعره ان هو يفهم مشاعره صح ويفهم مشاعر اللي قدامه والمفروض الاستحسان يوصل له ازاي خلاص الدنيا دي كلها بتخلص. يعني هو ما هو دلوقتي مش مستحسن حد هو كل الحكايه اللي مستحزنه الشخص اللي هو اذاه. فبيتعمل له بقى توعيه لطبيعه مشاعر اللي هو انت مشاعرك دي غلط لان هو اصلا هي الموضوع كله نشا ازاي؟ ترابط مشاعر. فكره انا اذيتك ما لحقوش بعدها على طول اذيتك بعدها على طول اتعاملت معاك كويس او اديتك شوكليت او قلت لك على فكره انا خايفه عليك اديتك على طول بعدها كلمات ايجابيه
فانا عملت لك ارتباط شرطي ما بين الاذيه اللي انا قدمتها لك في الاول وان انا بعد كده قدمت لك كلام كويس او اديتك مشاعر كويسه. هي ده اللي بيحصل بالظبط. فانا خلاص بقى مشاعري فيها ارتباط شرطي ما بين الاذيه وما بين المتعه اللي هتجيلي بعد الاذيه. لوجين لعمله واحده بالزبط. الاذيه والحمايه بالظبط. طب البيئه بقى الخصبه اللي بتطلع للناس دي كلها اساسها ايه؟ بيئه نرجسيه، بيئه قمعيه. قمعيه؟ دي اساسها. بمعنى ايه بقى قمعيه؟ بمعنى ان انا ما اسمحلكش، انا كطفل عندي ما اسمحش يقول رايه. ما اسمحلوش بالمناقشه. ايوه. هو دايما غلط، انا صح، انا كأم بقى انا صح، انا اللي بقول الصح، انا اللي عارفه كل حاجه. فانا خلاص خليته هو طول الوقت شخص منقاد. بالعكس. مش متربي. مش يعني مش تربيه. يعني لا انا اقول تربية. انا بقول عليه ان هو متربي باللي انا بعمله ده. بالظبط. انا لو ما عملتش كده هيبقى مش متربي. هيبقى مش متربي. بالظبط. لكن انا ما اعرفش ان انا ان الشخص ده بعد كده هيكبر وهيعتبرني هيعتبر اي شخص يقابله ابوه او امه. بالظبط. هو بقى بيدور على النموذج ده، متلازز في ان هو تحصل العلاقه ما بينه وما بين الشخص اللي بعد كده للنموذج اللي هو اتربى عليه. بالظبط. هو يدور على نفس النموذج في اي حد بيقابله وهيحس ان هو ده الحمايه. لكن مثلا لو حد قال له لا طب اوكي شوف انت عايز ايه، طب فكر ايه ده، هيسيب له فرصه يفكر ويعمل اللي هو عايزه. ما بيحبنيش، مش خايف عليا، لان هو خلاص بقى عنده. طب وسائل التفكير بتاعته هو كده ما عندوش مقدره على الابداع ولا الشغل ولا الكلام ده كله؟ الشخصيات دي ما بتبقاش مبدعه خالص، هي متلقن دايما. متلقن دايما. الشخصيات دي بتبقى حلوه جدا، فكره ان هو تنفيذ الاوامر بتبقى جايه. عشان يعني كده ممتازة. مع الشخصيه النرجسيه تحفه بقى. والحديه طبعا مفيش حد يقدر، لان طبيعه الشخصيه الحديه انا يوم حلو ويوم وحش. الانسان السوي لو اتعامل مع شخصيه حديه هيقول له لا ستوب معلش سوري انا استحمل ليه الوحش بتاعك. لكن الشخصيه او اللي عنده متلازمه ستوكهولم هيبقى مستمتع جدا بده. هو ده الماتشنج بتاعه جدا. يعني انا اساسا حابب كده، انا حابب كده. يوم هتعاملني حلو اوكي هبقى مستني اليوم. يعني اليوم الوحش هبقى مستنيه عشان عارف بعديه يوم حلو اصلا. فاوكي انا خليتك طول الوقت مش عارف انا امتى هديك الحلو، فانا بعمل لك طول الوقت بخليك تحت امري. هي دي الفكره. ولو دول مبسوطين مع بعض احنا هنتأذي؟ لا. اللي هيتأذي الشخص نفسه. الشخص نفسه هو بيبقى ذواقه عليه هو بس. المشكله لو بقى طريقه تفكير مجتمع، هي دي بتبقى هي دي الفكره. لكن لو هو العلاقه قاصره على شخص واتنين دنيتهم ماشيه كده تمام، ما فيش اي اذى خالص. طب طريقه العلاج لو قلنا مثلا ان هو بيبقى فيه دوائي مثلا وسلوكي ولا هو على طول سلوكي؟ لا سلوكي بحت. ما فيش دوائي. طب لو قلنا ان في تشابه ما بينها مثلا والقلق والاكتئاب والاضطراب ما بعد الصدمه، ليه علاقه بالموضوع ده؟ الشخصيات اللي فيها الحاجات دي معرضين جدا ان هم يبقوا استقامه. طب لو ابتدينا بالاضطراب ما بعد الصدمه، ايه علاقتها بالموضوع ده؟ اضطراب ما بعد الصدمه هو بيكون عنده خلل، الصدمه اللي حصلت له دي ممكن يكون يتخيل ان هو خرج منها شخص احسن. تمام. مع ان هو مش شخص احسن ولا حاجه، او الشخص اللي اذاك ده هو ما ادالكش فرصه للحياه. ده هو بالعكس، ده هو كان بيضرك، ده كان بيهددك. فهو ساعات بعد الصدمه بيجي له حاله كده شك، مش عارف اللي حصل ده كان اذيه ولا اتكتب له حياه جديده على ايد الشخص اللي كان بيهدده وما قتلوش. يعني انا اشكره ان هو ما قتلنيش. اشكره ان هو ما قتلنيش، مع انه اصلا في الطبيعي اصلا هو كان وده بيوصل لشخصيه الاستوكهولم دي. بالظبط. طب وبالنسبه لاعراض القلق علاقتها ايه بالموضوع ده؟ الشخص اللي عنده قلق دايما بيكون عنده صعوبه في ان هو ياخد القرار. فيا سلام بقى لو جه حد ياخد القرار بداله، اللي هو بقى دور الشخص الحاسم في حياته ايا كانت الطريقه اللي هو بيستخدمها، طريقه بقى عنيفه ايا كانت الطريقه، بس في شخص هيشيل عني حمل ان انا اخد قرار او لا. يعني احنا كله بنقول ان الشخص دوت بيميل على حد يعتمد عليه. بالظبط. شخصيه اعتماديه. طيب. والاكتئاب؟ الاكتئاب بقى ده درجات كتير جدا. بس عادة يعني التصنيف او معظم الناس اللي قبلهم بيعانوا من المتلازمة دي عندهم اكتئاب. احنا عارفين الاكتئاب ده حاجة كده زي بيكون في تشوش في المشاعر والافكار. فانا بتخيل ان في حد جديد دخل حياتي ايا كانت الطريقة بتاعته، عمل بمثابة المنقذ. تمام. غير لي شكل حياتي الاكتئابية دي. هو ما غيرهاش، هو حاجة سيئة بشكل ما او هو مؤذي بشكل ما بس. لكن هو ما غيرش حاجة من اكتئابي. يعني هو يعني موضوع الدخول الشخص ده عندي دي تعتبر خدعه. هو خدعه، ما تزودنيش، ده هو زود البلطين عندي. بالظبط. بشكل بشكل المنقذ بقى، عارف بطريقه المنقذ، لكن هو مش داخل حياتي منقذ ولا حاجه. طب هو لو قلنا الشخص المريض ده يعرف ازاي اذا كان هو مريض ولا لا اساسا؟ يعني هو لما اجي اقول له تعالى اعالجك هيقول لي عاده؟ لا.
ليه بقى؟ عشان هو مستمتع اوريدي باللي هو فيه. حد مبسوط هيتعالج ليه؟ حد لقى حد بياخد بداله القرارات، من وقت للتاني بيرميله في تفتيت مشاعر حلوه. حتى لو حاولت تقنعه ان اللي هو فيه ده غلط، لو اقتنع، لو عمليه العلاج مشيت صح او الاليه مشيت صح، ان انا عملت له استبصار بمشاعره او حقيقه مشاعره، او مش هو ده الطبيعي او مش هو ده السوي، بس وان شكرا للمشاعر الحلوه اللي بيديهاني، لان هي اصلا مش مشاعر حقيقيه، ده هو بيديهاني بعد اهانه او بعد اذى، فدي مش مشاعر حلوه. طب احنا قلنا ان هو ده مش مرض نفسي، لا دي متلازمه. دي متلازمه. طب الموازي لها في المرض النفسي بيكون ايه؟ الموازي ليها في المرض النفسي، بص، اقرب حاجه ليها المازوخيه. المازوخيه اقرب حاجه لستوكهولم، لان هو نفس الكونسبت بالظبط، هو برضه بيتلذذ بالعذاب، بس متغير شويه في المازوخيه، ان الشخص اللي بيتعذب بالعذاب هو ما بيلاقيش نفسه غير هو بيتعذب، ما بيلاقيش نفسه خالص، يعني حتى المشاعر دي متعته، دي متعته، يعني حتى مش بيستنى المشاعر الحلوه اللي جايه بعد العذاب، هو مش بيستناها، هو عايز العذاب بس من الموضوع كله، هو عايز الوجع بس من الموضوع كله. دي متعته. يعني لو احنا خرجنا من الموضوع ده هنخرج بحاجه واحده، ان التربيه اساسا في النفسيه للاطفال مهمه جدا منذ الصغر للي هيظهر عليه بعد كده. طبعا. طب النصائح بقى ان اتعامل مع الطفل ازاي؟ اتعامل مع الطفل على انه بني ادم ليه قرار، عادي يغلط، عادي يقول رايه حتى لو هو غلط. اصلا فكره الغلط نفسه، يعني ربنا سبحانه وتعالى سمح لنا ان احنا نغلط ونستغفر ونرجع ونتوب، ليه بقى انا كاب وام ابقى شخص قمعي اللي هو لا احنا مش هينفع تغلط، انت مش هينفع تقول رايك، انا بس اللي عارف الصح، وليه ابقى انا بس اللي عارف الصح؟ ليه ما خلوش يعني انا مش ممكن مثلا ازعق له، اضربه، اعمل اي حاجه، ده كمثال يعني، عشان ابين له الصح من الغلط. لا اضربه لا. انا صراحه ضد الضرب يعني تماما. تمام يعني. اعمل ايه بقى عشان ابقى في عقوبات تانية كتير على حسب الموقف. ممكن احرمه مثلا من حاجه بيحبها، بس اكون انا متفق معاه من الاول قبلها، يعني انا مش فجاه كده هو غلط النهارده فانا اخدت منه الحاجه اللي هو بيحبها. انا اول مره بعرفه الصح من الغلط، يعني حبيبي انت عملت ده غلط، المره الجايه لو حصل هيبقى في عقاب، انا متفقه معاه. بس في كمان درجه اعلى، ان انا اتفق على نوع العقاب، يعني ممكن اقول له مثلا انت هتتحرم من مصروفك، اتفق على نوع العقاب، على نوع العقاب ده انا بعمل عنده، بخليه الكرياتيفيتي عنده شغاله، مخه شغال معايا، حتى لو هيتعاقب يختار عقابه، علشان ما يبقاش شخصيه قمعيه، ما يبقاش شخصيه طول الوقت حاسس انه معتمد وحاسس ان انا عقاب وثواب، عقاب وثواب، انا كده كده بتضرب بس في حاجه حلوه هتيجي بعد، او بيزعق لي او بيعاقبني بطريقه ما بالزبط. بس في الاخر هيبقى في النتيجه الحلوه. لا ده انا اشاركه معايا حتى في العقاب، علشان خاطر يبقى شخص حتى عارف هو تعاقب ليه. يعني هو عارف هو تعاقب ليه ونوع العقاب اللي هو يستحمله، انا كده كمان عودته يعرف غلطه على قد نوع العقاب اللي انت هتستحمله. مثلا دلوقتي اما انا احرمه من المصروف، اقول له انت الغلط ده لو اتكرر تاني يا تتحرم من المصروف، يا اما مثلا الويك اند مش هنروح النادي. هو بقى يختار، يقول لي خلاص انا لو عملت قرر الخطا خلاص انا مش رايح النادي. مثلا وتبقى يعني ايا كان نوع، بس انا بشاركه حتى في عقاب علشان ما يطلعش شخصيه قمعيه، لان انا وخليه يعتمد على نفسه ويتحمل المسؤوليه، يتحمل نتيجه غلطه. وما سيبوش فكره ان هو بعد كده اي حد يبقى سهل ان هو يواجهه او ان هو يقوده يعني. تمام. دكتوره امال حامد، سعدت بلقائك اليوم في حلقه اليوم من برنامج الهدف، وان شاء الله يبقى لنا سلسله حلقات مع بعض جدا. وان شاء الله نكملها مع بعض باذن الله. اعزائي المشاهدين، سعدت بلقائكم اليوم من برنامج الهدف، وان شاء الله نشوفكم على خير في الحلقات القادمه. كان معكم باسم ابراهيم، شكرا.